ستاد بريست لونس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 33، وإن شاء الله كيفاش الهدف الأول اللي سجله نادي ستاد بريست في الدقيقة 37، وين جيان لوكاس هو اللي سجل الهدف الوحيد في الشوط الاول. شادنا الشوط الثاني وين كان نقولوا باللي حسب التغييرات تاع المدربين، يعني وين شادنا كيفاش كانت المباراه اللي نقولوا باللي تلعبت على خاصه الشوط الثاني وين كان كل شيء لونس، وين حاول بكل طرق، وين كان عنده تضييع تاع فرص، يعني لوك في الدقيقه 31، مارسيديو وين كذلك في الدقيقة 49، ستيفان في الدقيقة، هذو اللعابة تاع لونس وين ضيعوا أهداف في الدقيقة 55، سيمون كذلك يعني وين يعود وين ضيع هدف في الدقيقة 67، جورتان كلوس يعني في الدقيقة 71، يعني شو كيفاش وين الأهداف، وين حتى الدقيقة قلت لك 71 جوردان وين ضيع هدف في الدقيقة 69، يعني وين شأنهم كيفاش عدلوا النتيجة يعني في الدقيقة 71، يعني لونس وين نقولوا بلي عدلت النتيجة في الدقيقة 71، يعني وين شأن كيفاش كل فريق كان عنده شأن كيفاش بيرناردن من جانب ستاد بريست، شأن ليليان، شأن كيفاش رونيال، شأن جيان لوكاس مسجل هدف، رومان، شأن ماتيني، شأن رومان كذلك، إيرفان، شأن ستيفان موني فارناك، يعني نقولوا بلي لونس يعني وين شأن جان لويس في الحراسة، شنا جورتان كلوس، شنا ليوك، شنا ستيفان ماسيندو، شنا مانو، شنا يانيك غابرييل، شيخ دوكاري، أرنولد وجيان، يعني وين شأن كيفاش غانغو، سيمون، بيناز، يعني وين نقولوا بلي وين لونس وين عدلت النتيجة في الدقيقة 72، يعني كانت شعرنا كيفاش كانت المباراة، واللعاب كاكوتا هو اللي عدل النتيجة عن طريق ضربة جزاء. هذه هي الجولة 33، وين شعرنا كيفاش ستاد بريست لونس الدور الفرنسي الدرجة الأولى.